شهدت محافظة أسيوط انطلاق حملة 100 يوم صحة. تستمر الحملة من خلال 200 فرقة طبية على مستوى المحافظة، تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين ابتداء من اليوم وطوال أيام العيد، وذلك حتى الأول من شهر أكتوبر. دي عبارة عن 100 يوم مكثفة لعمل جميع المبادرات وتنشيط جميع المبادرات السابقة واللاحقة، كان آخرها مبادرة الأورام السرطانية اللي هي بدأت من 10 أيام للكشف المبكر عن أورام القولون وأورام الصدر وأورام جميع أنواع الأورام في الوحدات الصحية. احنا طبعا بادئين قبل العيد وهنستمر في أيام العيد ومستمرين 100 يوم متواصل لعمل هذه المبادرات المختلفة في أماكن مختلفة. مبادرة 100 يوم صحة بدأ معنا من يوم 25/6 لغاية 1/10 من خلال فرق متنقلة وفرق ثابتة. عندنا الفرق اللي بتخرج للميادين والأماكن التنزهات بتتكون من مسؤول فحص عن المبادرات اللي هي بتقدم، ومسؤول إدخال إلكتروني، وفريق للتثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية والتواصل المجتمعي لعمل توعية للناس ورفع الوعي بتاعهم تجاه المبادرات الرئاسية المقدمة من خلال مبادرة 100 يوم صحة. بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بنعلن انطلاق حملة 100 يوم صحة ابتداء من الغد وحتى يوم 1/10/2023. بنبدأ بتنسيق فرق ثابتة داخل الوحدات والمراكز الصحية وأيضا فرق خارجية بتجوب المصالح الحكومية والكنائس والجوامع والنوادي في فترات مسائية.